نحييكم من هذا الموقع. سلطات محلية ولاية أمن فاس، أطباء، مساعدين السلطات، أعوان السلطة، رجال الأمن قاعدة وقاعدة حاضرون اليوم. ملتزمين بقرارات ديال وزارة الصحة ووزارة الداخلية، وهذا الشيء ما يجعلنا إلا من نفتخروا، لأن بلدان كبرى وعظمى للأسف تفشوا فيها المرض أو الوباء بواحد الطريقة اللي ما قدوش يتحكموا في الوضع. حنا اليوم الحمد لله كما تكلم الدكتور الحسيني، رغم ارتفاع عدد المصابين إلى أننا الحمد لله كنشوفوا كذلك ارتفاع عدد الشفاءات، ومازال إن شاء الله الأيام المقبلة كنتمناو أننا نلقاو واحد انحصار ديال ارتفاع عدد المصابين ويكون موازنة مع ارتفاع عدد الشفاءات، وهذا الشيء غيرجع بالفضل ديالكم. اليوم حنا في معركة وجنود ها هما نتوما في بيوتكم وحنا في الميدان. هاد الناس كاملين اللي كتشوفوا اليوم هنا من جمعيات، من رجال الأمن، من رجال السلطات المحلية، من جمعيات فنانة، من صحفيين اللي حتى هما كنبغي نشكرهم لأنهم كيتنقلوا باش يكونوا في جميع الأحداث معنا ويحاولوا يوصلوا للساكنة في مدينة فاس أننا غننتصروا إن شاء الله هذا الوباء بالجلوس ديالكم في البيوت ديالكم. اليوم كنشدكم بالعزيز الغالي، بالوطن الحبيب، الله يخليكم، اللي عنده الدم مغربي كيجري في العروق ديالو يجلس في داره ويعاوننا أننا نتحكموا في هذا الوباء. ما بغيناش أن كما شفتوا بعض الحالات للأسف جنازة خارجة، جنازة غادي فيها الميت بوحديتو. ما بغيناش أن يدخل سيدنا رمضان وأن المساجد مغلقة. عاونونا وبينوا أننا مغاربة قويين كما كنشوفوكم ديما في الساحة، بغينا نشوفوكم اليوم في بيوتكم محافظين على وليداتكم، محافظين على الآباء ديالكم، معاونين مع كاع الناس اللي مضحيين بنفوسهم. هاد الناس كيقيلوا في الزنقة وكيدخلوا عند وليداتهم في الليل، كيدخلوا مخاطرين بنفوسهم باش يحدوا من هاد الوباء. تعاونوا مع هاد الناس، تعاونوا مع هاد السلطات. كنشكر ولاية أمن فاس باسم سي عبد الإله السعيد وكل رؤساء المناطق ورؤساء الأقسام، وكذلك السلطات المحلية من القياد ديالها من البشاواز، من المقدمين، كاع الناس اللي سمحوا لي ما ذكرتش الأسماء ديالهم، وزارة الصحة، من أطباء، من الممرضين، من أي واحد كيقدم الدور ديالو. وكنتمنى إن شاء الله أننا يكون عندنا لقاء آخر ويكون إن شاء الله العنوان اللقاء انتصرنا على وباء كورونا بفضل الجلوس ديالكم في البيوت ديالكم. تحية نضالية مغربية لكاع المغاربة اللي مطبقين الحجر الصحي. السلام عليكم. تحية كبيرة لكم على هذا الموقف النضالي اللي انتم ملتزمين بالتوصيات ديال السلطات، لا وزارة الصحة ولا وزارة الداخلية. خصكم تعرفوا راسكم أنكم أبطال داخل الشقق ديالكم، داخل المساكن ديالكم، حيث هذا هو الحل الناجع في هذه الساعة باش نحافظوا على السلامة ديالكم انتم وعلى السلامة ديال الوطن ديالنا. إذا تحية ديال الإجلال لكم كاملين. بالنسبة للوباء، هذه الجائحة اللي تتعرفها البلاد ديالنا، بطبيعة الحال أول حاجة اللي خصكم تلتزموا بها هو الجلاس في الدار في هذه الساعة. دونك ضروري أنكم ما تخرجوا شيء إلا للغرض اللي هو يعني ضروري بواحد الضرورة قصوى. الطريق المستقيم وأن هذا الوباء نقدروا نسيطروا عليه ولا لا؟ إذا الحمد لله في هذه الساعة الأرقام كلها مطمئنة، ولكن هذا الكلام خصو يتخاذ بواحد الحذر وبواحد الوعي وطني، واننا ماشي غنشوفوا هاد الارقام غنقولوا ايوا ما كاين شيء بزاف، يمكن لي نخرج او لا يمكن لي نمارس الحياه ديالي اليوميه العاديه. لا، يعني هادي واحد النصيحه، هو هاد الوقت هو ديال واحد الالتزام بالوعي، واننا نكونوا رهن اشاره السلطات المختصه. قالوا لنا نخرجوا، قالوا لنا نجلسوا في دارنا. يعني ماشي من حق اي واحد ياخذ قرار احادي اللي يقدر يضر فيه راسو او لا يضر الوطن. ولكن كيف قالت مدام ليلى، وان الحمد لله هذه الارقام مطمئنه، احنا غاديين في الطريق الصحيح. دونك الله يكمل علينا بخير والله يحفظنا كاملين ان شاء الله. شكرا دكتور عز الدين الحسيني. اخواني الاخوات السلام عليكم، مرحبا بنا عندكم في هذا الحي العزيز الغالي، حي من احياء بلادنا الحبيبه. وهذه الايام كنزوروا مجموعه من الاحياء في الاطار التواصل معهم،
مع الساكنة مع المواطنين المغرب الأعزاء في هذه الفترة العصيبة اللي كنعيشوها، نتمنى إن شاء الله نتعاونوا كاملين باش نجاوزوها بأقل الخسائر، وإن شاء الله غنجاوزوها بأقل الخسائر. تفضل التعاون ديالكم، تفضل الالتزام ديالكم، تفضل الانضباط ديالكم، وتفضل احترامكم للتعليمات والسلطات العمومية اللي ما بغات لكم غير الخير، ما بغات لكم غير الحبيب غير الخير. دونك كنشكركم، نتوما نموذج كالعديد من النماذج ديال الاحياء ديال الشوارع ديال المملكه العزيزه اللي التزمات بحاله الطوارئ الصحيه او الحجر الصحي او العزل الصحي. دونك هادشي اللي درتوه بين على الروح ديال الوطنيه ديالكم، على روح المسؤوليه ديالكم، على اقتناعكم بمدى خطوره هذا الوباء هذا.